وفي مجال التربية والتعليم فخر واعتزاز كبيرين يخيمان على قرية كفر سميع في الجليل الأعلى بعد ترقية الدكتور رفيق إبراهيم إلى درجة البروفيسور. البروفيسور رفيق إبراهيم معنا على الخط الهاتفي. بروفيسور رفيق أهلا وسهلا بك ومبروك على الترقية. شكرا أخ سلمان كثير كثير. وطبعا بروفيسور رفيق أنت أول بروفيسور في هذه القرية الصغيرة قرية كفر سميع، ما هي الشروط المطلوبة للوصول إلى مكانك المرموق والحصول على استحقاق البروفيسورة؟ أولا أتمنى أن العديدين سيأتون من بعدي. لقب الأستاذية والبروفيسور في البحث يعطى على النشاط العلمي للباحث، و هذا يتمثل طبعا في كمية وجودة الأبحاث. هناك لجنة مهنية مرافقة تجمع المواد عن الباحث وتأخذ توصيات محكمين مخضرمين من الباحثين في العالم الخارجي خارج الجامعة، والملف يقدم إلى لجنة التعيينات في المؤسسة التي تصوت بشكل سري طبعا على الملف بعد سماع أقوال العميد الجامعي. هذا بشكل مختصر عن موضوع الشروط المطلوبة للوصول إلى. وبروفيسور رفيق يعني أنا أعرف أنت ابن بلدي تعمل في مجال علم النفس منذ سنين طوال، ما هو المجال الذي يعني تطرق بابه في عملك الدؤوب في هذه الأيام؟ طبعا الموضوع هو المجال الذهني العصبي، أي السلوك الذهني وعلاقته بعمل الدماغ. فالسلوك الذهني يشمل فعاليات كثيرة كما تعرف، مثل الذاكرة والإدراك التفكير وحل المسائل وغيرها، ولكن تركيزي في السنوات الأخيرة كان على تمثيل اللغة وتفعيل اللغة في مهمات كلامية وقرائية. فإذا أخذنا التحليل الكلامي مثلا، من خلال فحص مصابين بإصابات دماغية أثبت أن اللغة الأم تتمركز أو تخزن في مناطق تختلف عن مناطق الدماغية التي تخزن اللغة الثانية مثلا. وفي هذا السياق وعن طريق برمجة وتمرير تجارب على متكلمين عاديين أثبت أن تعامل الجهاز الذهني مع اللغة الفصحى بالعربية عند المتكلم العربي هو تعامل لغة ثانية وليست لغتهم. يعني بروفيسور رفيق، لغة الأم لدينا لدى الناطقين بلغة الضاد هي اللغة العربية المحكية، واللغة الفصحى يعني تختلف نوعا ما. نعم هي تختلف أيضا من ناحية لغوية، ولكن أثبت أن تمثيلها الذهني يختلف ويشابه اللغة الثانية اللغة الفصحى. والموضوع الثاني ما أردت أن أقوله هو أن بالنسبة للتحليل القرائي أيضا هناك صعوبة، ومن خلال بناء طرق فحص متقدمة ومحوسبة عن طريق عرض الأحرف وثم الكلمات إلى نصفي الدماغ رأينا أن استجابة الدماغ أيضا للمنظومة الحرفية العربية تختلف عن المنظومة الحرفية للغات أخرى، بحيث أن النصف الأيمن مثلا لا يشارك في التحليل الشكلي في المراحل الأولى. وهناك أيضا تجارب متقدمة عن نوع الكلمات إذا كانت موصولة أو غير موصولة. فلهذه المجالات ازدواجية اللغة وتعقيد الخط العربي انعكاسات على سرعة ودقة القراءة، ولهذا يوجد أيضا أبعاد على التحصيل في مواضيع التي تعتمد سرعة الالتقاط وفهم المسائل الكلامية، ونحن نرى ذلك من خلال نتائج امتحانات المسح القطرية والعالمية وامتحان السايكومتري. ويجب أن يكون في هذا السياق أيضا تأثير ميداني على اختيار مثلا مناهج وطرق التعليم للغة العربية والقراءة خاصة في مراحل الاكتساب الأولى. نعم، يعني بروفيسور رفيق ممكن القول أن العرب أذكياء لأنهم حائزون على لغتين المحكية والفصحى في نفس الوقت. لا شك أن اللغة العربية تجهد وتحس الدماغ على العمل الأكبر من لغات أخرى، خاصة من الناحية القرائية وفهم المقروء من أي ناحية. لا شك أن هذا صحيح. لقد سألتني مسبقا عن شروط الباحث المساعدة، شروط المطلوبة بالفعل. فطبعا الباحث يجب أن يكون له
ثقافة عالية وواسعة في مجالات عديدة وخاصة في موضوع البحث وفي الأبحاث المستجدة، حتى يمكن طرح سؤال حديث وفي شيء جديد. نعم. والشيء الثاني طبعا هو اختيار الطريقة الصحيحة للإجابة والتفكير الإبداعي، لأن الباحث يجب أن لا يفكر بشكل نمطي عادة، لأنه إذا أراد أن يخلق شيء جديد يجب أن يفكر بشكل مختلف. وهذا ينقلنا نعم. نعم. وهناك صفة خاصة على الصعيد الشخصي يجب أن يكون هدوء نفسي معين، لدرجة أحيانا عند الباحث من إنكار الذات، لأنه أنا أشبه الباحث بالجندي المجهول الذي يعطي ويعطي وقل من يعرف ذلك أو يقدر، وخاصة في العصر الذي تكثر فيه الانشغالات في الماديات وظواهر الأمور. نعم، وهذا ينقلنا إلى السؤال الأخير بروفيسور رفيق، يعني نريد أن يحذو حذوك الطلاب العرب في البلاد، أنت طبعا قدوة يقتدى بها، ما هو نداءك للطلاب الجامعيين لكي ينخرطوا في مجال التعليم، تعال نقول المغاير، يعني مش بس طبيب محامي أو مهندس، ممكن بروفيسور أو دكتور للفلسفة للغات وما شابه. لا شك أن نحن نهمل هذه المجالات، ولهذا نحن لا نجد أننا نلحق الركب من أي ناحية. أنا أنصح الطالب العربي والطالب بشكل عام في الشهادات المتقدمة أن يضع لنفسه أهداف صغيرة ومرحلية وهدف عالي بنفس الوقت، فهذا يمكنه أحيانا من التوقف مثل ما تحدثت، اللقب الأول والثاني والثالث يعطيه أحيانا محطات للتوقف واسترجاع القوى والتفكير المجدد، وأن لا يخشى خوض التجربة، لأنه إذا ما كانت تجربة فلن يكون هناك احتمال للوصول. وهنا أقول أن رغم الصعوبة في اختراق أقولها الحلقات البشرية في المراحل المتقدمة في التعليم العالي في البلاد، وذلك لأسباب موضوعية وغير موضوعية، ورغم أيضا الثمن المادي الذي يدفعه الطالب، فإذا صابر وكان عنيد إلى حد معين فإن شاء الله سيصل للهدف، وعند الوصول دائما طعم النجاح سينسيه كل شيء. أطلب العلم ولو في الصين. البروفيسور رفيق إبراهيم، ألف مبروك وشكرا لك، شكرا جزيلا. شكرا أخ سلمان.